مش فاهمة، والنبي بالله عليكم اكتبوا لي في الكومنتات، انا يعني انا مش فاهمة حاجة يعني. او كمان شايفة المدرسين ما بيشتغلوش في الكتاب دوت، يعني انا والله المدرسين ما بيشتغلوا فيه. السنة اللي فاتت الميس كانت على طول بتكتب له واجب، بتعمل كده يعني، والله لو عندي كنت وريته لكم، بتعمل كده مثلا اهو كده، ويجي يقول لي يا ماما حلي معايا ده. كنا بنقعد نحل كل دوت كل دوت. انا شايفه الكتاب ده ملوش لازمه خالص. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالي كومنتات كتير قوي يا هبه، لما يوسف يستلم الكتب صورها لنا عشان احنا اولادنا لسه ما استلموهاش. يا ترى المدرسه عندكم هيسلموها بدري ولا لا؟ بالفعل يا جماعه استلمنا الكتب النهارده الجمعه، استلمنا الكتب امبارح الخميس، واول ما استلمتها بصراحه حبيت ان انا اوريها لكم ونشوفها مع بعض ونكتشف كل حاجه فيها زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. كنت اول واحده استلم الكتب برضو وفرجتها عليكم، ودلوقتي هنشوف كل حاجه مع بعض مع النظام الجديد اللي هم عاملينه لنا، اللي ما فيهوش كتاب حساب يا جماعه. الحساب بتاعهم غريب جدا، بس بصراحه المدرسين في الفصل بيدوا الحساب بتاع السنين اللي فاتت، اللي هو اكبر واصغر ودع وطرح وجمع والكلام اللي احنا متعودين ده عليه. اول حاجه معايا كتاب اللغه العربيه، ده كده شكله، انا هوريكم شكل الكتاب من جوه ومن بره، لكن مش هنتكلم في اي حاجه، مش هنشرح اي حاجه. ده كده شكل الكتاب اللغه العربيه، من بره الجلده بتاعته اللي هي ناعمه، الخامه بتاعتها ناعمه مش زي السنين اللي قبل كده. بصوا لسه ما كتبتش فيه اي حاجه ولا جلدت ولا اي حاجه، مع بعض على طول ان شاء الله هنجلده مع بعض باذن الله. بس في ناس كتير فعلا ما استلمتش، وكنت اعرف اللي فيه كذا حد يعني قال لي اللي احنا نستلم الكتب على شهر 10، فانا بصراحه لما هو جالي من المدرسه مستلم الكتب بقيت في حاله ذهول، وقلت كويس جدا عشان اوريهم لحبايبي. دي اول حاجه اللي هي المقدمه، وكلمه الكلمه للسيد وزير التربيه والتعليم، هو يعني بيتكلم وكده، اللي هو الدكتور طارق جلال. مش عارفه هقول لك ايه بصراحه، لكن يعني انا سايباك كده لربنا بصراحه، يعني لان بجد يعني انت منزل الولاد بدري جدا 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 يعني. طب وفيها ايه؟ وفي حد ينزل ولاد شهر يوم الاربع؟ يعني انا عمري ما شفت مدارس بتبدا يوم الاربع. انت خليتنا نشوف المدارس بتبدا يوم الاربع بصراحه يعني. فلا تعليق لا تعليق لا تعليق. اول حاجه اللي هي زي السنين الاولانيه، زي سنه اولى، في هنا محور الاول والمحور الثاني، من اكون والعالم من حولي، نفس هي تقريبا كده. يوسف كان بياخد دوت في الترم السنه اللي فاتت. من اكون دوت كام درس يعني؟ بجد حرام لما يكون طفل في تانية ابتدائي اصلا لسه نسي الحروف بتاعت سنة اولى، وداخل تاني بيعيد من اول وجديد وبياخد كل الدروس ديت، بجد حرام. اول حاجة اللي هي قصة الاستماع، مسابقة القراءة، لاحظ وتعلم، انا استطيع، يوسف بدأ على طول فانا استطيع ديت، تمام. كل دوت كده دروس، وهنا اهتم بنفسي، لديني اسنان جديدة، ايوه يعتبر بقى. بصي انا يعني انا لحد دلوقتي برضو مش هقدر احكم على المنهج دوت هو حلو ولا وحش، غير لما امشي مع يوسف كده في بقية الدراسة. طبعا انا مش مدرسة ولا اي حاجة، انا ام زي اي ام بتتفرج عليا دلوقتي، يعني حابة ان انا ابقى فاهمة كل حاجة عشان ابني لما يجي يسألني على حاجة ابقى فاهمة. ده الموضوع الاول، يوم في حياتي. طبعا هو لسه ما بدأش. بالفعل انا لقيت المدرسة كاتبة ليوسف مسابقة القراءة ديت عنده في كشكول الواجب، فانا استغربت ما كنتش فاهمة هي ايه، فلما جالي الكتب لقيتها مكتوبة اهي معايا. وكمان خد السطر الاولاني من هو انا استطيع ديت، خد السطر الاولاني في فناء المدرسة، وقف المعلم ليختار من التلاميذ فريق لكرة القدم، خد السطر دوت كده. انا شايفة، بصوا انا شايفة كأم اللي هو حلو، بس مش اول ما ينزل الطفل كده اللي هو ياخد الحاجات دي، هما منزلينه بدري شوية بحيث اللي هما يمهدوله على الحاجات اللي خدها السنة اللي فاتت. مدرسين ما مهدوش ولا اي حاجة. ده كده الدرس، الصفحتين دول اهو، مش كبير ولا اي حاجة، بس حاسة اللي فيه كلمات كتيرة، كلمات كبيرة على الطفل اللي هو يعرف ينطقها او يقراها. كل دي كده اسئلة،
في هنا لاحظ واكتشف، ديت تقريبا زي نشيط كده وهو هيحله. ودوت برضو يعتبر كده نشيط صديقي، وكل دي كده اسئلة عليه. الخامة بتاعت الكتاب، الخامة بتاعتها اللي هو الورق اللي هو مش الورق اللي احنا متعودين عليه، وكمان في هنا قص ولزق، معرفش القص دوت هيقصه وهيوديه فين. اهتم بنفسي، شايفة كله اسئلة. في هنا درس تاني اهو، غير بقى اللي هو النشيد، يبقى كده درسين ونشيد، وكل ده كده اسئلة بيبقى بيجي ورا الدرس حوالي 4-5 صفح وش وظهر اسئلة، وبعد كده بيبدأوا حاجة جديدة. هنا برضه هياخد اللام القمرية، تقريبا هو خدها السنة اللي فاتت، انا مش متذكرة قوي بس تقريبا خدها. ده برضه درس تاني. ده كده شكل الكتب. في مدرسين بقى بيقولوا سلاح التلميذ احلى من قطر الندى، وفي مدرسين بيقولوا قطر الندى احلى من سلاح التلميذ، فانا لحد دلوقتي لسه ما قررتش هجيب له ايه، وطبعا مش هكرر من دماغي، لازم المدرسة هي اللي تقولي. ده كده شكل كتاب اللغة العربية، يعني هو كبهجة كنظافة للكتاب فعلا خامته حلوة جدا. تعالي هاتي الكتب بتاعت منا السنة دي، اتفرجي عليها وشوفي الخامة بتاعت الكتاب وشوفي الالوان بتاعت دوت وقارني بينهم، هتدي دوت 10 من 10، هتدي التاني 0 من 10. تمام كده. بس اهم حاجة الولاد يبقوا فاهمين اللي هما بيدرسوه لهم، مش منهج بيحطوه كده وخلاص. ده كده الكتاب اللي هو بتاع 2019-2020. نيجي بقى للتربية الدينية الاسلامية. ده كده شكل الكتاب من بره، نفس الخامة ونفس كل حاجة، من جوه برضو نفس القصة، برضو من اكون، وهنا العالم من حولي، هي المحور الاول والمحور الثاني ونفس القصة الدروس. دوت تقريبا كده الترم اولاني بس، او الفصل الدراسي الاول بس. الدروس بقى من الاول كده، اول حاجة آية الكرسي، دي كده اكيد حفظ، مش هتبقى تلاوة، اكيد حفظ. وفي هنا كمان نشيد دوت، زي ما قلت لكم اللي ده نشيد، فعلا النشيد اهو. وطبعا انتوا عارفين بقى الحاجات الدينية ديت فعلا المفروض الولاد بيبقوا عارفينها، فانا مش هعلق على كتاب الدين خالص. وفيها دروس مستفادة وفيها حاجات حلوة طبعا، يعني انا بصراحة شايفة ان كتاب الدين كويس كقصص وكحفظ. طبعا برضو لازم نحفظ ولادنا القرآن طبعا. ده كده شكل كتاب الدين، لا تعليق عليه، بجد ممتاز جدا. نيجي بقى لكتاب اكتشف اللي هو بصراحة مجنني. كتاب اكتشف دوت الترم الاولاني بس، ما فيهوش ترم تاني، يعني الترم التاني لما يجي هيستلم كتاب تاني. كتاب اكتشف ده يا جماعة انا مش فاهمة فيه اي حاجة خالص، يا ريت اي حد بيتفرج عليا فاهم فيه يفهمني بصراحة. هي المدرسة قالت لي هو عبارة عن يعني معلومات عامة وصور وحاجات زي كده. طب فين الرياضة؟ فين الحساب باللغة العربية يا جماعة؟ فين الحساب باللغة العامية بتاعت الشعب؟ فين الحساب؟ انا مش شايفة حساب خالص. بصوا ده المحور الاول وده المحور الثاني، في هنا 3 دروس وهنا 3 دروس. تمام كده. هل في حساب من ورا زي ما كنا في الكتاب الاولاني بتاع سنة اولى؟ مش عارف، مش عارف بصراحة. خلاص والله العظيم هتجنن زي كل الامهات، يعني انا مش شايفة حساب خالص، مش شايفة. فين الحساب يا جماعة اللي احنا متعودين عليه؟ 1+1، فين ده؟ اهو فين 1+1 و2+2 وجدول الضرب والحاجات دي، خلاص انقرضت ولا عشان في آلة حاسبة في الموبايل يعني يخلوا الولاد تطلع من غير ما تحسب؟ مش عارف، يمكن انا مش بفهم والله. هنا ديت ايه علاقة الاطفال بديت يعني؟ طب خلينا نبدأ من الاول ونشوف كده واحدة واحدة، انا بتكلم عادي على طبيعتي عشان فعلا الموضوع دوت صعب. عايزة اقول لك بقى اصلا المدرسين ما بيمشوش بالمنهج، عشان تبقى عارف يا استاذ طارق، مدرسين ما بيمشوش بالمنهج. تعرف على عائلة نور، تابع المعلم اثناء القراءة للقصة. مرحبا، اسمي نور وعمري 7 سنوات، عايشة في القاهرة.
واختي الكبيره اسمها ساره واخي الصغير اسمه سمير. طيب ده عربي ولا ده ايه بالظبط؟ يعني انا هتعرف على القصه دي كلغه عربيه في كتاب اللغه العربيه ولا ده ايه؟ نعيش مع امي وابي وجدي وجدتي، نعيش في شقه في احد المباني العاليه، وتتكون عائلتي ايضا من عمتي وعمي واثنين من ابناء عماء العم، وهم يعيشون في القاهره بالقرب مننا. دي قصه يعني ولا دي ايه يعني؟ خلاص كده ده بقيت الدرس تمام كده. في هنا بقى بيقول لك ايه، ارسم واكتب جمله تصف مسؤوليتك ودورك في عائلتك. يعني الطفل هيرسم ايه وهيعمل ايه دوره في عائلته؟ مش فاهمه، هو يعتبر طفل هيرسم لكم ايه؟ مش فاهمه. وسايب له 3 اسطر اكيد هيكتب فيهم حاجه. الطفل اللي لسه داخل تانية ابتدائي هيكتب له موضوع. هنا صباح الخير يا نور. ده بقى القصه مطوله معانا، بقى العائله بقى تصحى من النوم وتصبح على بعض والكلام دوت. صباح الخير يا نور، فكره في المشاكل التي واجهتها نور في الصباح، تابع المعلم اثناء القراءه. في حاله ذهول طبعا، احنا لسه ما استلمناش كتاب اللغه الانجليزيه، لسه ما جناش. بصي ده كده ساعة نقول على دي رياضة مثلا او حساب، نقول على دي لان ديت كانوا بياخدوها في الرياضة، نقول عليها رياضة ولا نقول عليها ايه؟ يعني هنا ايه تاني؟ انا شايفة كله صفح فاضية ونقط كده، يمكن انا جاهلة يا جماعة او مش فاهمة، والنبي بالله عليكم اكتبوا لي في الكومنتات، انا يعني انا مش فاهمة حاجة يعني. او كمان شايفه المدرسين ما بيشتغلوش في الكتاب دوت، يعني انا والله المدرسين ما بيشتغلوا فيه. السنه اللي فاتت الميس كانت على طول بتكتب له واجب، بتعمل كده يعني، والله لو عندي كنت وريته لكم، بتعمل كده مثلا اهو كده، ويجي يقول يا ماما حلي معايا ده. كنا بنقعد نحل كل دوت كل دوت. انا شايفه الكتاب ده ملوش لازمه خالص. في ايه يا جماعه؟ في ايه يعني؟ ممكن انتوا تكونوا شايفين ليه لازمه، لكن انا شايفاه ملوش لازمه، مش عارف. ده كتاب الانجليزي بتاع المدرسه اصلا، مش بتاع الوزاره، لسه ما استلمناش بتاع الوزاره. ده المنهج بتاع المدرسه اللي هما فيها، مش بتاع الوزاره. بس كده بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم يعني لو انا غلطانه في حاجه اكتبوا لي تحت، لو انا مش فاهمه وانتوا شايفين ان الكتاب دوت ليه اهميه جامده جدا اكتبوا لي برده تحت، يمكن استفيد منكم، يمكن تقولوا لي حاجه اغير بيها تفكيري عن الكتاب دوت اللي هو اصلا ملوش لازمه. شايفه الكتاب اكتشف دوت يعني انا مش شايفه له اي افاده، مش شايفه له اي افاده يعني. كل شويه بفتح الكتاب وارجع اقفله تاني علشان خاطر الاقي افاده، مش لاقيه افاده، مش لاقيه اي افاده خالص. كانوا عاملوا كتاب حساب بداله، او مثلا على ايامي انا من زمان كده، من ايام مثلا التسعينيات كان في حاجه اسمها نشاط، ممكن يكون ده زي النشاط، بس النشاط كان كلوين، كنا الحاجات دي بتبقى فاضيه كده وكنا بنقعد نلونها، وكانت كنا بنحب الحصه دي جدا. لكن بالشكل دوت كده خلاص كده يا جماعه، انا خلصت، لان خلاص يعني لو فضلت شويه تاني هنهار. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا هتجيبوا كتب خارجيه نوعها ايه عشان خاطر نجيب مع بعض. كذا حد قال لي قطر الندى كويس جدا، ومعاه كمان كتاب اللي هو المنايل البنيله دوت اكتشف هديه. هنشوف دلوقتي هنجيب ايه. وكمان الميس قالت لي هاتي كتاب الحساب سلاح تلميذ، فانا لما اجيب كتاب سلاح تلميذ حساب ان شاء الله هوريه لكم هو فيه ايه، لان انا مش لاقيه بالمنظر دوت، مش لاقيه حساب خالص. اتمنى النهارده تكونوا استفدتوا، او طبعا الفيديو مش هيفيدكم بحاجه، بس اهم حاجه اللي احنا فتحنا موضوع كده ونتكلم مع بعض، لعل وعسى الموضوع يوصل للتربيه والتعليم. حطوا لايك علشان خاطر فعلا محتاجين يغيروا لنا الدنيا اللي هم بوظوها لنا. لغه عربيه وتربيه دينيه ماشي ماشيين اوكي، بس اللغه العربيه يعني مكلكعه شويه، معنى اصح بالبلدي كده. بس كده مش هقدر اقول اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.